حجاب قضية شخصية، يعني أنا لا يزعجني أن تتحجب امرأة، لكن يزعجني أن يجعل البعض فرض الحجاب بشكل معين وبنمط معين على الآخرين. اسم هذا الكاتب المصري مثير الجدل إلى يومنا هذا، هو فرج فودة، الذي كان ينادي بفصل الدين عن الدولة ومحاصرة نشاط الأحزاب الإسلامية. لم يكن صراعه فقط مع الأحزاب والجماعات الإسلامية، بل كان اسمه يثير سخط دعاة الأزهر. هو لا يعترف بعلاقته الوطنية، لا يعترف بأخوه المسيحي أنه شقيق في الوطن، هو يرفض الوطن. وفهموه أن في حاجة اسمها الدولة الإسلامية والكيان الإسلامي. يجي واحد ويقول لهم المسلم في الهند أقرب إلي من المسيح المصري. إيه ده؟ إيه ده؟ هند إيه وسند إيه؟ المسيح المصري، اليهودي المصري، الدرج المصري، هو في الآخر مصري. طلب فرج فودة بمناظرة أخصامه في مناسبتين شهيرتين، حيث كانت المناظرة الأولى مع الشيخ محمد الغزالي، والتي كانت بعنوان مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية، وشاركها فيه الدكتور الأزهري هو الآخر محمد عمارة. الشعب يريد أن يحكم بدينه وأن يعيش بتربيته وثقافته وأن يستمد من ينابيعه التي تفجرت في أرضه. الإسلام الدين في أعلى عليين، أما الدولة فهي كيان سياسي وكيان اقتصادي وكيان اجتماعي يلزمه برنامج تفصيلي يحدد أسلوب الحكم. الحكمة الأولى التي أضعها أمام حضراتكم اليوم هي أن من ينادون بالدولة الدينية لا يقدمون برنامجا سياسيا للحكم. سارت أصداء المناظرة في العالم العربي لتكون مثار حديث الناس والكتاب في الصحافة والمجلات. تبعتها مناظرة أخرى مع محمد عمارة ومحمد سليم العوى عام 1992. هل الإسلام عقيدة وشريعة أم عقيدة وعبادات فقط؟ السؤال الثاني، هل الحلال والحرام الديني ملزم في قوانين الدولة والمجتمع أم غير ملزم؟ السؤال الثالث، هل يصح الإيمان الديني مع إنكار الشريعة الإسلامية؟ السؤال الرابع، هل يكتمل الإسلام مع تعطيل الشريعة الإسلامية؟ فما فيش داعي نحط الأسئلة قبل ما نفكر فيها لأنها ترتد إلينا مرة أخرى. وسؤال مضاف، وهل كل حلال واجب الاتباع يا دكتور عمارة؟ هل التسبي بالجواري وهو حلال ملزم بالاتباع يا دكتور عمارة؟ هل الرفض وهو حلال بلال في فتح محارم وتضييق مداخل لكنه غير محرم ملزم بالاتباع يا دكتور عمارة؟ هل السنة في حدود وإطار أعراف العصر وفي حدود الحلال ملزمة بالاتباع يا دكتور عمارة؟ أنا لا أريد أن ألهب مشاعرك لكني أضرب لك مثلا. في ذات العام الذي تمت فيه المناظرات الشهيرة، نشرت صحيفة النور الإسلامية بياناً بتكفير فرج فودة، وقعه مجموعة من الدعاة المصريين في 3 يونيو عام 1992. وبعد 5 أيام قتل فرج فودة بطلقات نارية من شابين مصريين، ليتم وضعهم في السجن ذاته الذي كان فيه نبيل نعيم. أنا قابلت اللي قتلوه، ما كانوا معاي أشرف، أشرف أبو العيلة اللي قتلوه، ما كانوا معاي في السجن. وأنا سألت أشرف، أشرف عارف يقرأ ولا يكتب؟ بيع سمك. قلت له أنت قريت إيه الفرق؟ وقال لي ولا حاجة. آه والله، قالوا لهم في فتوى بقتل. مين اللي أعطاهم الفتوى هذه؟ هم بيقولوا اللي جاب لهم الفتوى الواحد اسمه صفوت عبد الغني، وبيقولوا الشيخ الغزالي أهدر دمه، بس أنا ما أعرفش إن الشيخ الغزالي أهدر دمه ولا حاجة. إنما هم اللي قتلوه عبد الشافي، ده بياع سمك ما يعرفش يقرأ ولا يكتب.
او مثلا ساعات اعداديه، احنا مش ما يقدرش فني يتفجر فرج فودة. يعني فرج فودة جاء في ايام عصيبه. انا يعني اقبل لو ان واحد يقول ما ياتي، انا مش ما بحبش الاسلام. طيب خليك في بيتك او خليك في نفسك وما تجيش يم الاسلام، ما تهاجمش تعاليم الاسلام، وايش كافر لوحدك، ملناش صله بيك، ملناش عليك سبيل. لكن اذا جئت عند المسجد وقلت ايه الاذان الصاعد ده، دعوة هذه الصيحات المجنونة لا لزوم لها، لا خير فيها، لا لا لا، انظر اليك نظرة اخرى، انك انت تريد هدم هذه الامة. المناظرة تذكرها؟ اه طبعا. وش تذكرها؟ اعطني انطباعك عنها في ذاك الوقت. لا هو فرج فودة رجل صاحب فكر، وهو حر يقول اللي يقوله وما قالش كفر يعني. يعني اللي قاله فرج فودة لا يكفر يعني. يعني فرج فودة قال لك الخلافة ده نظام اخترعه المسلمين، هو نظام اخترعه المسلمين. الرسول ما نصش عليه اصلا. هو ما جابش حاجة جديدة يعني الخلافة، مفيش خلافة. أنا بقول مفيش خلافة، رئاسة وملك وهي هي هي. ما الخلافة دي أصلا ما فيهاش نص أصلا. معايا؟ إنما تعملها بقى عمل مقدس زي الصلاة زي الصوم، مين قال أصلا؟ هو الرسول مات وما سابش خليفة. كلام صح. وبعدين هو بقى مشكلة فرج إن هو هاجم الإسلاميين يعني، فهم نخلوا مهاجمة الإسلاميين مهاجمة الإسلام، ودي مشكلة التيارات الإسلامية، تيارات غبية بتعمل المجتمع محصحصة.